خارق العادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، كتكثير الطعام القليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وأعظم من ذلك نزول القرآن، المعجزة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة مثله. فإذا جرى خارق العادة على يد نبي فهو معجزة، مثل عصا موسى ويد موسى عليه السلام والآيات التسع التي أعطاها الله لموسى، ومثل ما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، فهذه معجزات. وما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات وهي كثيرة. أما إن جرى على يد عبد صالح وليس نبيا فهي كرامة من الله جل وعلا، مثل ما جرى لمريم، كانت معتزلة في مكان ومتخذة حجاب عن الناس، ويأتيها رزقها وهي في مكانها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المصلى اللي تصلي فيه، كلما دخل عليها زكريا مصلاها وهو المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ما يدخل عليها أحد ولا يجيها أحد، أنى لك هذا، وهي ما تطلع ولا تروح، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا ومثل ما جرى لأصحاب الكهف، هذا من الكرامات، لأنهم مؤمنون تبرأوا من دين المشركين وخرجوا من البلد وأووا إلى غار فراراً بدينهم، فالله ضرب عليهم النوم سنين طويلة حتى زادت شعورهم وأظفارهم، ويتقلبون من جنب إلى جنب، ومضت عليهم سنين كثيرة وهم لم يتغيروا وهم في نوم، هذا كرامة لهم، هذا من كرامات الأولياء. وما ذكر لغيرهم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس جدا، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب نفيس جدا في هذا الباب.